اكيد دكتور، مين الناس اللي مسموح لها انها تتبرع بالدم؟ انا عارفه ان لما نيجي مثلا نتبرع بالدم نلاقي حد بيقول لو رحت لدكتور الاسنان في الفتره اللي فاتت ما ينفعش انك تتبرع، لو عملت عمليه قريب ما ينفعش انك تتبرع. مين اللي مسموح له انه يتبرع صحيح بالدم ومين اللي مش مسموح له؟ صحيح، زي ما حضرتك قلتي هو في معايير لاختيار المتبرع، عشان احنا كمان يهمنا جدا سلامه الدم مع توفره. يعني البرنامج بتاع منظمه الصحه العالميه هو سلامه وتوفر الدم، فسلامه الدم تستلزم الحفاظ على المتبرع والحفاظ طبعا على سلامه الدم اللي منقول للمريض عشان يبقى بافضل صوره. زي ما حضرتك قلتي كده، في بعض الاسباب بتخلي الشخص غير صالح للتبرع بشكل، السن طبعا من 18 سنه ممكن ينفع الشخص يتبرع لحد 60 سنه و65 سنه لو متبرع منتظم، دي والوزن فوق 50 كيلو يكون. زي ما حضرتك بتقولي بقى الحاجات اللي هي الطريقه او اللي بتحصل على فترات او العارضه، زي مثلا موضوع علاج الاسنان، بنفضل ناجل علاج الاسنان. الشخص اللي بيعمل علاج اسنان او اي اجراء جراحي بيستلزم غرز جراحيه او بيستلزم يعني فتح في الجلد، بنقدر ناجله حوالي 6 شهور عشان ضمان سلامه الدم. وكمان طبعا برضو اجراء الحاجات المؤقته، زي لو حد واخد مضاد حيوي لالتهاب بكتيري او واخد ادويه معينه، لو حد عنده حراره، دي كلها اسباب بتاجل التبرع لفترات محدده. لكن الفكره كلها انه غالبا دايما بيبقى تقريبا 50% من اي مجموعه بتجي لنا يعني في اي حمله تبرع بالدم، تقريبا نسبه المرفوضين بتبقى حوالي 50%. وعشان كده مهم جدا ان عدد الناس اللي تقبل على التبرع بالدم يبقى اكبر، لانه الحقيقه برضو لحد ما مع العجز ومع الاحتياج للاسف ممكن في بعض الاحيان الناس تتغاضى عن بعض المعايير دي وياخدوا الدم، فالموضوع ما يبقاش يعني افضل حاجه بالنسبه لمتلقي الدم. فالافضل عشان ضمان سلامه الدم وتوفره يبقى اكبر عدد من الناس يقبل على التبرع بالدم، بحيث السلطات الصحيه اللي بتنفذ الحملات تبقى عندها القدره على الاختيار. احنا بنتكلم على معايير اختيار المتبرع، مش مجرد ما اي واحد هيجي لنا هنقبله، لانه زي ما قلت لحضرتك في معايير بخصوص عشان سلامه المتبرع نفسه، ومعايير اخرى عشان ضمان سلامه الدم للمتلقي اللي هياخد الدم ان شاء الله. طيب.